جدا، غاضبون جدا، مستنكرون جدا للفضايع التي يتعرض لها شقيقنا الشعب الليبي. نحن شعب واحد، هؤلاء بشر، هؤلاء إخواننا، كيف نرضى أن يتعرضوا للقتل، أن يتعرضوا للطيران يقصبهم كما يقصب الصهاينة، كما يقصبون شعوبهم؟ نحن مستنكرون هذا، غاضبون، ونريد أن يوضع حد لهذه الجرائم التي يتعرض لها شعب ليبيا. نحن ندعو الشعوب العربية والإنسانية أن تتضامن مع حق شعب ليبيا في أن يتحرر. نحن ندعو جيشنا الوطني إلى أن يفتح الحدود مع ليبيا، وأن يقع إيواء إخواننا الذين يتعرضون للقتل وللمجازر.